السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا هذا الجبس، طيب طبعا يتم فتح مكان السبوت لايت الإنارة، ضروري يكون عندك عينة، ضروري جدا. ليش؟ لأنه أحيانا مثلا تفتح على مقاس معين وتبلش ما تحصل الإنارة هذه المناسبة، أو تحصل مقاس ثاني، أو تنفذ الكمية من السوق. لذلك تروح تتأكد من المحل، تأخذ عينة، تتأكد من تواجد العينة هذه، وخلاص تفتح على ضوئه. لا تفتح عن طريق المجازفة، مثلا فلان فتح على مثلا 7 سنتي وفلان على 10 سنتي. لا، جيب العينة، تتأكد من المحل، وبعدين تقص. ضروري جدا، لأن تعديل الفتحات يكون متلف ومتعب، أيضا مكلف. وشكرا.